السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. هي فين شقة الأستاذ سليم؟ شقة الأستاذ سليم هنا، أهلا بيك يا فندم. طب كويس. أهلا وسهلا. أهلا فيك. حضرتك تقدر ترن الجرس يعني؟ ما هو مش موجود. يعني حضرتك عارف إن هو مش موجود وجاي له لغاية هنا يعني. بالظبط. طيب مع حضرتك دكتور شيرين عبد الوهاب. دكتور شيرين أبو عبد، أنا بسمع أغانيك كلها. جميلة جدا. لا يا فندم، التانية شيرين عبد الوهاب المطربة، أنا شيرين عبد الوهاب طبيب نفسي. كويس إنك طبيب نفسك، أنا برضو طبيب نفسي، محدش يعالج نفسك غير نفسك. طب حضرتك إيه رأيك تتفضل معايا العيادة نشرب قهوة ونتكلم شوية؟ ليه يعني أنت فاكرني؟ لا مش فاكر يا لا لا لا، أنت فاهم غلط صدقني والله. اهلا وسهلا سليم اهو. يا استاذ سليم، مش كنت طلعت معايا في الاسانسير بدل ما تطلع ست ادوار بنفسك؟ معلش يا مولانا. الحقني، فاكرني؟ لا لا، ده مأذون اللي هيطلقني من هند. ايه ده؟ معقوله؟ معقوله جايب مأذون عشان يطلقك من هند؟ في مالك يا سليم؟ لا مفيش، انا اصل يعني انا لسه متعرف بيه فعرفت ان هو المأذون. ايه اللي جاي يطلقك من هنا؟ انت ايه مزعج ليه؟ هو في ما اعرفش، انا ميه دخلت في ودني عشان كده مش سامعني كويس. طب اوعى بس. ما هي مش جوه. مين انت شرفك ان مش جوه؟ هند مش جوه، انا متاكد انها مش جوه، لانها لو جوه كانت فتحت عشان المأذون. طب ما هنخبط ونعرف بقى. ايه مش جوه؟ لو جوه على الاقل كانت قالت مين حاضر، بس ما قالتش لانها مش جوه. وفي انت طريقتك، انا اكلمها يا عم. انت هتكلمها في الموبايل؟ اكيد ده عامله رنه عاليه وممكن تبقى عاملاها سايلنت. ايه ده؟ انت مالك غريب ليه كده؟ مش غريب. ايه طلع ايه؟ مغلق. طلع مغلق. يعني شفت، انا قلت لك يعني معلش بقى استاذ، مالكش نصيب في الطلاق ده، يعني تتعوض ان شاء الله. ولا يهمك، الجايات اكتر من رايحات. سلام عليكم. مين ده معدي جدا. بقول لك اما تيجي تلعب معايا دورين شطرنج. شطرنج ايه يا شيرين؟ انا عمري لعبت معاك شطرنج. استنى يا مولانا، هنروح